والله لهم علاقة بالفضيلة يا فضيلة، ولا نتشرف فيهم، ولكن جزء منهم، ومو بس هم، كل أحزاب الإسلام السياسي الشيعية والسنية نعتبرهم مو أحزاب سياسية، الله وكيلك نفايات. حلو، هسه طوني باسل المحلل. باسل أريدك تحلل لي علاء الركابي، ما عليك بذاك مالتي، أريدك تحلل لي ها علاء الركابي المن يقصد بالأحزاب الإسلام السياسي يقول عليهم نفايات، عندنا بالعراق نقول مزابل. استاذ قحطان بكل صراحة، المشكلة أنت تأتي بي بالأسئلة التي أنا أتمناها، وهذه واحدة منها. أنا ليس ضد الإسلام، لكن ضد من يدعون بأنهم الإسلاميون بين هلالين، باسم الدين، باسم التشيع، باسم المذهب السني، باسم كل هذه المسميات، سرقوا أبناء جلدتهم. يعني مثال بسيط، بالله عليك اليوم لحد هذه اللحظة لاحظت بأن هنالك ضجة إعلامية على شخصية يدخل بالملاهي ويشرب وغيرها وغيرها ويسرق؟ لا لا، بس على كيفك. لحظة لحظة لحظة، أوقف. لا لا، أنا أقصد بجانب السياسي، أنا أقصد بجانب السياسي. لا هو 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 أوقف أوقف، لا أسعفني من السياسة، أنا بطلت ما أريد سياسة هسه. أقدر أقول لك شغلة، الطب جامع سني تلقى الكل متشتفين ويصلون هيك، الطب حسينية تلقى كلهم مسبلين، ما مو صح؟ الطب كنيسة تلقى كلهم يصلون قداس ويسوون قداس، صح؟ نعم. بالطب للملهى تلقاهم كلهم موجودين. أحسن. يعني الجامع والحسينية والكنيسة يفرقنا والملهى يجمعنا؟ أحسن. الطب تلقى الجبوري، الدليمي، الفلاني، الكربلائي، النجفي، البصراوي، المدري منو، كلهم قاعدين. أستاذ قحطان، المشكلة نلاحظ بأن هذه الإسلاميون الذي تفضل به بهذا الفيديو قبل قليل، الإسلاميون يتحدث بالإسلام وبالمذهب وبعلي بن أبي طالب وبالصحابة وبالخلفاء. أنت وين؟ أنت وعلي بن أبي طالب وين؟ أنت ومذهب علي وين؟ أنت والصحابة وين؟ أين الثرى من الثريا؟ أنت ما توصل لعدو من أعداء علي. ألد عدو من أعداء علي قليلة بحقهم هاي الأطراف السياسية، فيدعون بأنهم من الموالين وهم من أتباع علي بن أبي طالب والأم والصحابة، هذه كذوبة. أنا أقولها والله وبكل صراحة، لا أبو عمامة، لا أفندي، لا معقل، ليس فقط الإسلاميين، كل من دخل بالعملية السياسية هم شركاء أساسيين بالفساد الإداري والمالي والمحسوبية.